مرحبا شباب، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ هاي المحاضرة تكملة للمحاضرة الفاتت اللي هي cell wall inhibitors. ديك المحاضرة اخذنا البيتا لاكتامز اللي هي كانت تشتغل على الكروس لينكيج مال cell wall. هسه رح ناخذ الدراجز اللي تاثر على cell wall synthesis اللي هي تشتغل على البيبتيدوغلايكانز نفسها تمنع synthesis مالته. اول واحد من عندها اخذناه هو الفانكومايسين، اذا تتذكرون فانكو مايسين. الميكانيزم اوف اكشن مالتي كانت انهبت بروستاجلاندين ببتيدوغلايكان سينثيسيس. اوكي، كسبكترم بما انه هو يشتغل على الببتيدوغلايكان، فالسبكترم مالته موستلي راح يكون على الجرام بوزيتيف بكتيريا. especially منو عندنا المرسا، وهذا اهم indication اليه هي المرسا. اوكي، وممكن يشتغلنا على MSSA همينه، زين ممكن يشتغلنا على الستريبت يعني بكل انواعها، وممكن واهم يعني indication ثاني اليه هو الكلوستريديوم ديفيسيل. زين، اي شيء جرام نيجاتيف هو ما يشتغل عليه، فاذا هو اونلي على الجرام بوزيتيف بكتيريا. ماشي، الشغله المهمه به انه هذا كفانكومايسين انه هو يقتل الستاف اوريوس ابطا من البيتا لاكتامز، فاذا كانت هذا السترين مال الستاف اوريوس عند هذا البيشنت سنسيتيف للبيتا لاكتامز، ما انطيهم فانكومايسين، انطيهم يعني بيتا لاكتام. اوكي، بس اذا والله كانت ريزيستنت للبيتا لاكتام فاوكي ممكن انطيهم فانكومايسين. زين، الفانكومايسين همينا طلعت عليه ريزيستنس. زين، فمن منو؟ من الانتيروكوكاس. زين، اللي هي كانت انتيروكوكاي فيكاليس وانتيروكوكاي فيشيوم، هم سوت لنا ريزيستنس عن طريق يعني انه طلعت دراج هو تكون فانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكاي، فسموها فانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكاي. اوكي، فبيجي حاله اني لازم القى دراج يشتغل على الفانكومايسين ريزيستنس ترينز. اوكي، زين، كسايد افكت للفانكومايسين انه اول شغله يسوي لنا ريد مان سيندروم اللي هي تكون انفيوجن ريليتد الرجي او رياكشن، يعني هي مو الرجي بالمعنى الالرجي، بس هي بسبب انه اذا نطون شنو، اذا نطينا الفانكومايسين بالرابيد انفيوجن راح يصير عندهم هيستامين ريليز ويصير عندهم هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. اوكي، بس هو مو الرجي، هو بس بسبب الانفيوجن، فكتريتمنت له بس انا مو مجرد اخفف الانفيوجن او اقطعه شويه وبعدين ارجع انطي ببطء راح تروح هاي السندرام. اوكي، فاذا اول وحده هي الريدمان سندرام. ثاني شغله ممكن يسوي لنا اوتو توكسيسيتي، وثالث شغله النفروتوكسيسيتي. اوكي، زين، الفانكومايسين موستلي ينأخذ بارنترالي. الحاله الوحيده اللي ينأخذ الفانكومايسين اورالي لما يكون للتريتمنت مال كلوستريديوم ديفيسيل. اوكي، اللي هي تسوي لنا سودوممبرينوس كولايتس. اوكي، فبهيجي حاله اني انطي الفانكومايسين اورالي لان هو بور ابزوربشن بي يعني. اوكي، اللي قلنا انه البيتا لاكتام، نرجع نكتبها انه البيتا لاكتام تكون بتر ذان الفانكو علي من علي الام اس اس اي. لذلك اذا هي لقينا بيتا لاكتام يشتغل عليها فوالله اني انطيها وما انطي فانكو. ثاني دراج من ضمن هاي المجموعة اللي هي الانهبت ببتيدوغلايكان سينثيسيز هو الفوسفو مايسين.
اوكي. الفوسفومايسين اهم شغله بيه او هو الانديكيشن الوحيد له هو اليو تي اي انفكشنز يعني اوكي، اللي هو اليورينري تراكت انفكشن. فالمن راح يشتغل على ياسترين، راح يشتغل على الايكولاي، وراح يشتغل على ستاف سابروفيتيكاس، لان هذول اثنيناتها تسوي لنا يو تي اي. اوكي، كسايد افكت للفوسفومايسين انه هو بما انه ينأخذ اورالي، وطبعا يجي على شكل باودر وتنحل يعني ساشيتات وتنحل بمي وتنشرب. اوكي، فكسايد افكت يسوي لنا اول شيء نوزيا وفوميتينج لانه هو دا ينأخذ اورالي، ويعني له سايد افكت على البلمناري سيستم اللي هي اما يكون ريفرسبل او ريفرسبل. زين، الريفرسبل يسوي لنا اكيوت نيومونايتس اللي هي التهاب بالرئه، يعني مو بسبب يعني فد اورجانيزم معينه، مجرد انفلاميشن صاير باللنجز. اوكي، وهو يكون ريفرسبل، مجرد اقطع الفوسفومايسين يروح. الريفرسبل يسوي لي كرونيك لانج فايبروسيس، اذا سوالي كرونيك لانج فايبروسيس فحتى لو قطعه هو خلص بلش عنده الفايبروسيس ويعني الريفرسبل. اوكي، خلصنا الدراجز اللي تشتغل على البيبتيدو جلايكان سينثيسيس. هسه هذا كان يشتغل على البيبتيدو جلايكان سينثيسيس، فاذا هو بيبتيدو جلايكان سينثيسيس انهبيتر. اوكي، نجي على اليمن على دوا، هذا الثالث او يعني ثالث دوا يشترك بين مجموعتين، المجموعه اللي هي على السيل وول سينثيسيس اللي هي على ال يعني البيبتيدو جلايكان سينثيسيس، وطريقه ثانيه يشتغل على السيل ممبرين اللي هو اسمه تيلا فانسين. بي تو ميكانيزم اوف اكشن، هاي ميكانيزم اوف اكشن، اول وحده يقلل او يوقف البيبتيدو جلايكان سينثيسيس، فبهيجي حاله راح ياثر لنا على من على السيل وول، وثاني شغله راح يسوي ديستركشن المن للسيل ممبرين. اوكي شباب، هذا شنو يميزه؟ انه موستلي هو يشتغل على السكين كونديشن، السكين انفكشنز يعني، وكسايد افكت هو حاله حال يعني الفانكومايسين عاد هاي الانفيوجن ريليتد رياكشن. اوكي زين، هسه خلصنا السيل وول انهبيترز اللي هي قسمناها الى بيتا لاكتامز وبيبتيدو جلايكان سينثيسيس انهبيتر. اوكي، نجي على ثاني جروب اللي هي دراجز افكتنج السيل ممبرين انتجريتي. اوكي، فاذا هسه راح نجي على دراجز افكتنج سيل ممبرين انتجريتي. منو اول واحد؟ اول واحد كان التيلافانسين اللي هو واحد من الميكانيزم اوف اكشنز مالتين، هو ياثر لنا على السيل ممبرين فيسوي سيل ممبرين ديستركشن. ثاني واحد هو الدابتومايسين. اوكي، فاذا اول واحد بها هو الدابتومايسين. الدابتومايسين شلون يشتغل؟ هو يشتغل على السيل ممبرين. شو يسوي؟ هذا هو السيل ممبرين اوكي، وبهاي الفوسفوليبيدز مالته راح يجي يرتبط هو الدابتو ويا الكالسيوم، يسوي لنا مثل البسمار، يحفر لنا السيل ممبرين الى ان يسوي حفره كلش كبيره تخلي الانيون والكاتيون تطلع وتدخل بداخل الخليه وتسوي بعدين يعني انه تترعبل وتسوي لايسيز الروحه. اوكي، فاذا هذا اول واحد هو الدابتومايسين. اهم انديكيشن له انه هو يشتغل على المرسا. اوكي، طبعا هو يشتغل اونلي على الجرام بوزيتيف. زين، ثاني انديكيشن له هي الستريبت نيومونيا. لما شو تسوينا؟ لما تسوينا اي انفكشن
any infection except pneumonia. اوكي ليش؟ لانه بداخل اللنج سيل اكو عندنا سيرفاكتنت، والسيرفاكتنت تسوي يعني ترتبط بالدابتومايسين. سيرفاكتنت زائد دابتومايسين تسوينا انكتيف دراج. فبهيجي حالة إذا كانت الستريبتنيومونيا مسويت لنا نيومونيا ما راح يشتغل عليها، أوكي؟ فما أنطيها. بس إذا لا والله ستريبتنيومونيا مسويت لنا مثلاً مانينجايتس أقدر أنطي دابتومايسين، أوكي؟ بعد علي من تشتغل تشتغل على الانتيروكوكاي. يا انتيروكوكاي تذكرون لما قلنا انه الفانكومايسين صار عليه ريزيستنس طلع لنا فانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكاي، هاي يشتغل عليها الدابتومايسين. اذا هاي الانديكيشنات الثلاثة الى 1 2 3. زين ثاني دراج ياثر لنا على السيل ممبرين انتجريتي هو البوليميكسين. بولي ميكسينز هاي بيها 2 دراجز. اول واحد اسمه كوليستين وثاني واحد اسمه بوليميكسين بي. الكوليستين يصير له إليمينيشن عن طريق الكدني. زين فبهيجي حالة اقدر استخدمه لليوتي اي. اوكي البوليميكسين بي لا والله ما يصير له إليمينيشن عن طريق الكدني، فبهيجي حالة ما يعني not used for UTI. زين طبعا هذا الاصفر يسطر قبل خلا غيره. الميكانيزم اوف اكشن مالتي يسوي لنا destruction of outer membrane. مال من؟ من الوحيدة اللي عندها outer membrane؟ الجرام نيجاتيف بكتيريا. ماشي شباب. زين كسايد افكت همين راح يسوي لنا نيفروتوكسيسيتي، نيوروتوكسيسيتي، ويروح على النيورو ماسكولار جانكشن يسوي لها بلوكج. فبهيجي حاله يسوي لنا باراليسيس، وممكن هذا الباراليسيس يصير على من على الريسبيراتوري ماسلز، فبهيجي حاله يسوي لنا ريسبيراتوري فيلير. اوكي زين خلصنا البوليميكسين. بهيجي حاله خلصنا الدراجز افكتنج السيل وول والدراجز افكتنج السيل ممبرين. زين راح نجي هسه على الجروب الجديد الثاني اللي هي بروتين سينثيسيس انهيبيتورز. قبل ما نجي على البروتين سينثيسيس انهيبيتورز راح نعطيكم تقسيم ثاني للبكتيريا راح يعتمد على الاكسجين ريكويرمنتس لها. اوكي عندنا هاي التيرمز اللي هي الايروبز يعني تحتاج اكسجين فور ليفينج. الانايروب ما تحتاج اكسجين نو اكسجين require for living. الفاكولتيف انيروبس ممكن تعيش بوجود الاكسجين or يعني no oxygen يعني تشتغل بالبيئتين. اوكي فهسه اذا نجي نقسمها هسه احنا هنا هاي الاكسجين requirements bacterial classification. عندنا الجرام بوزيتيف كوكاي اللي هي تذكروها الستاف والستريبت والانتيروكوكاي، هاي اغلبها تكون ايروب أو facultative anaerobe. أوكي فيعني هي mostly تحتاج الأكسجين، فإذا aerobe و facultative anaerobe. ماشي الكوكوباسيلاي اللي هي الستيريا مونوسايتوجينز هاي تكون aerobes. أوكي والباسيلاي بيها الباسيلاس والكوريني بكتيريوم ديفثيريا هاي تكون ايروبس.
بينما الكلوستريديوم هي تكون anaerobes. اوكي نجي على الجرام نيجاتيف. الجرام نيجاتيف الكوكاي هي تكون aerobes يعني تحتاج اكسجين اللي هي النيسيريا. الكوكوباسيلاي تكون فاكولتاتيف anaerobes يعني مو شرط تحتاج اكسجين. والباسيلاي همينه فاكولتاتيف anaerobes. فاذا الجرام نيجاتيف موستلي هي تكون aerobics. اوكي نجي على الجرام ريزيستنت. المايكوبكتيريوم اكيد هي aerobes لذلك هي موستلي نلقاها هاي اللنج. اوكي موستلي نلقى الكافيتي مالتها صايره هناني لانه هنا الاكسجين اكثر. اوكي زين الفيلمنتس الاكتينومايسيز تكون anaerobes بينما النوكاردين تكون aerobes. اوكي البكتيريويد فراجيلس تكون anaerobes. السبايروشيت عندنا الليبتوسبايرا تكون الايروبس من الازرق هاي ايروبس بينما البوريلا والتربومونا باليديوم هي تكون ان ايروبس. اوكي زين هذا كتقسيم حسب الاكسجين ريكويرمنت وهذا الشرح شنو يعني ايروبس وان ايروبس والفاكولتيف ان ايروبس. زين هسه راح نبلش بثاني مجموعة من الانتيبايوتكس اللي هي البروتين سينثيسيز انهيبيتورز. احنا اول شيء اخذنا سيل وول سوري ثالث مجموعة سيل وول انهيبيتورز بعدين اخذنا دراجز افكتينج سيل ممبرين انتجريتي. بقت لنا شنو هسه ثالث جروب هي البروتين سينثيسيز انهيبيتورز. اول مجموعه بيها هو اذا تذكرون قلنا اول مجموعه هي الفلوروكوينولون. زين فلورو هي هذا شويه ارحم من ذاك الاصغر كوينو لونز. منو عندنا بالفلوروكوينولونز؟ عندنا السبروفلوكساسين سبرو الليفوفلوكساسين الموكسيفلوكساسين اوكي والنور فلوكساسين والاو فلوكساسين. اوكي هاي هي الفلوروكوينولونز. الفلوروكوينولونز تمتاز بانه هي برود سبيكترام انتي بايوتيك تعتبر برود سبيكترام كل مو يجي تنكتب برود اي يجي برود اي سبيكترام. اوكي بما انه هي برود سبيكترام فاذا هي تشتغل على الجرام بوزيتيف على الجرام نيجاتيف وعلى الاتيبيكالز. اوكي زين كميكانيزم اوف اكشن مال الفلوروكوينولونز اذا تتذكرون هي كانت انهبت الدي ان اي توبو ايزومرايز. الثاني اللي هو الدي ان اي جايريز والرابع اللي هو ال اللي هو اسمه التوبو ايزومريز 4. اوكي زين فبهيجي حالة ما راح يصير عندنا يعني prevent DNA coiling فراح يصير عندنا DNA destruction. تمام كسبكترام عندنا اول شيء سبرو راح يشتغل على الجرام نيجاتيف رودز والهيموفيلس انفلونزا
أكثر مما يشتغل على سودوموناس والجرام بوزيتيف والأتيبيكالز. أوكي، بينما الليفو والموكسي راح يشتغلون بالعكس على السودوموناس بالنسبة هاي المن بالنسبة للليفو، وعلى الجرام بوزيتيف اللي هي الام اس اس اي وال يعني على الجرام بوزيتيف اوكي لام اس اس اي الموكسي اوكي اكثر مما تشتغل على الجرام نيجاتيف رودز اوكي والهيموفيلس انفلونزا. اوكي زين، هسه نجي على السايد افكتس. طبعا من ضمن الجرام نيجاتيف رودز هي الايكولاي اوكي، فالسوبرو هو موستلي ينطي لليو تي اي اوكي، الليفو والموكسي موستلي تنطي للابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن اوكي. هسه كسايد افكت تسوي لنا نيوروباثي، prolongation of QT interval فبهيجي حالة risk factor of arrhythmia عند الناس اللي عندهم يعني disturbance بالelectrical activity of heart، فإذا risk patients انه يتحولون الى arrhythmia تخوف عند الناس اللي عندهم arrhythmia. اوكي، وثالث شيء تسوي لنا musculoskeletal تسوي لنا arthralgia والacralis tendon او التندن رابتشر بصوره عامه. زين، اخر شيء تسوي لنا photosensitivity لذلك أنا لازم أقول للبيشنتس إنه يحطون سانسكرين. أوكي شباب زين، طبعا الفلوروكوينولونز أفويد اليوز مالتها إن بريجننسي وبعد وين بالتشلدرن. زين، الابزوربشن مالت هي يتأثر إذا أكو أي أنيون أو كاتيون وياها، فإذا decrease absorption with cations. مثلا واحد يأخذ supplements بها مغنيسيوم بها آيرون وهكذا أوكي، فبيجي حالة لازم أقولهم أنه وقفوا supplements هسه أو أخذوها بفرق ساعتين بيناتها حتى أطمن أنه هذيك صار لها absorption، يلا أنطي الانتيبايتك. زين، خلصنا أول جروب من البروتين سينثيسيس إنهيبيتر اللي هو الفلوروكوينولونز. ثاني جروب عندنا هو منو؟ الأمينو غلايكوسايدز. اللي هي منو بيها؟ بيها الأميكاسين، الجنتامايسين، التوبرامايسين. اوكي شنو بلا بعد الستريبتومايسين اوكي. طبعا قلنا انه هاي الميكانيزم اوف اكشن مالتها انه كانت تاثر على الرايبوسوم 30S اوكي. كسبكترام الأمينوغلايكوسايدز تشتغل على الجرام نيجاتيف أكثر مما تشتغل على الجرام بوزيتيف أوكي، فالسبكترام أوكي جرام نيجاتيف أكثر من الجرام بوزيتيف. منو من الجرام نيجاتيف تشتغل على السودوموناس أريجينوزا أوكي، تشتغل على الكليبسيلا نيوموني وتشتغل على يعني من الاتيبيكال تشتغل ممكن على التيبي، خاصة الستريبتومايسين
بالسكند لاين. اوكي بعد من الجرام بوزيتيف تشتغل على الستريبت جالاكتيه اللي كان يسوي لنا مننجايتس بالنيونيت، وهمينا تشتغل لنا شويه على الانتيرو كوكاي، يعني بين قوسين تشتغل على الستريبت اكثر. زين هنا يشتغل الاميكاسين اكثر شيء. زين شنو هنا الفرق بين هذولي؟ انه على السودوموناس عندنا الاميكاسين يشتغل اقوى من التوبرامايسين، والتوبرامايسين اقوى من الجنتا. اوكي بينما على الكليبسيلا نيوموني، لان احنا قلنا هي اهم شغله انه بدنا نستخدمها للجرام نيجاتيف، اوكي يشتغل عندنا الاميكاسين حاله حال الجنتامايسين، واثنيناتهم اقوى من التوبرامايسين. زين ايش صار؟ اوكي المهم التوبرامايسين. زين كسايد افكت للامينو جلايكوسايدز تقريبا نفس الفكره او نفس السايد افكت، انه تسوي لنا نفروتوكسيسيتي اوتوتوكسيسيتي، وتسوي لنا نيورو ماسكولار بلوكج. تمام نجي على الجروب الثالث من ضمن البروتين سينثيسيس انهيبيتورز اللي هي التتراسايكلينز. التتراسايكلينز بيها التتراسايكلين نفسه، اوكي بيها الدوكسي، وبيها الامينو سوري مو امينو المينوسايكلين. الميكانيزم اوف اكشن مالتي هو يوقف لنا التي ار ان اي. اوكي كسبكترام التتراسايكلين تشتغل اكثر شيء على الاتيبيكالز مقارنه بالجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. اوكي فهاي السبكترام الاتيبيكالز اللي هي منية المايكوبلازما البوريلا الليبروسي، وهمين تشتغلنا على الاتش بايلوري. اوكي من ضمن الجرام بوزيتيف هاي تفيدنا بالمرسا، اوكي وتشتغل همين على الستريبت نيومونيا، وتشتغل على الكلوستريديوم. اوكي فالسبكترم مالتها والله يعني عالي وكثر الله خيره. خوش زين كسايد افكت لها، طبعا هاي السايد افكت مالتها كلش 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 مزعج. اوكي السايد افكت يسوي نوزيا vomiting and abdominal pain، يعني بين قوسين جي اي تي ابسيت. اوكي وشغله ثانيه انه ما يصير ينأخذ مع الأيونز أو الكاتيونز أو أي شيء يعني ويا الإليمنتس، يعني مع الآيرون مع السبليمنتس بصورة عامة. أوكي ومع الأنتاسيد لأنه بيها ألومنيوم. أوكي لأنه راح تتكون لنا كومبلكس وراح يمنع الأبزوربشن مالتها. أوكي همينا ممكن تسوي لنا إيزوفيجايتس، فنقول لهم شربوا وراها مي هواية، شرب كمية كبيرة من الماء. اوكي فاذا اول شي نوزيا vomiting او جاي ابسيت هذا الانتراكشن، وثاني شي تسوينا ايزوفيجايتس، ثلاثة تسوينا فوتوسنسيتيفيتي فاذا لازم يحطون واقي شمس بالفترة استخدام العلاج، تأثر على الكيوتي انترفال، وأخير شيء تأثر على التيث
and bone formation. لذلك يفضل ما استخدمها بال young children وبال pregnant female. رابع جروب هو الماكروليدز اللي هي الازيثرو اريثرو كلاريثرو مايسين. اوكي هاي شنو هاي الميكانيزم اوف اكشن مالتها كان على ال 50 اس رايبوسوم ماشي. السبكترم مالتها هاي عالي همين يشتغل على الاتيبيكال على ال يعني على الجرام نيجاتيف وشوية على الجرام بوزيتيف. من الاتيبيكال تشتغل على المايكوبكتيريوم افيوم اوكي تشتغل على المايكوبلازما تشتغل على التريبومونا باليديوم بس ستيل التريبومونا باليديوم اللي تسوي لنا سيفليس التريتمنت مالتها هو سنجل دوز اوف بنسلين. من الجرام نيجاتيف تشتغل على النيسيريا يعني الكوكاي وتشتغل على الكوكو باسيلاي كلها وتشتغل على الاتش بايلوري من ضمن التربل ثيرابي الكلاريثرومايسين يستخدمون. اوكي من الجرام بوزيتيف تشتغل شويه على من على الستريبت اللي هي نيومونيا وبايوجين. لذلك اغلب الناس ياخذوها لما يصير عندهم سور ثروت لانه وبكتيريال سور ثروت ماشي لانه هو الموستلي يكون سببه ستريب بايوجين. اوكي كسايد افكت همين جي اي ابسيت طبعا لازم هذا ينأخذ على معدة فارغة. وثاني شغلة بسبب الجاي ابسيت هو ايش راح يسوي راح يحرك الامعاء هو يعني يسوي زيد البرستالسيز مالتها فيستخدم كبرو كاينتيك ادراك يعني يستخدموه لما شخص يصير عنده ايلياس. اوكي يسوي هيباتوتوكسيسيتي ويأثر على الكيوتي انترفال. طبعا يعني اللي تأثر على الكيوتي انترفال هي تسوي لها برولونجيشن. اوكي زين نجي على خامس جروب اللي هو اللاينزوليد. اللاينزوليد كان يشتغل همين الميكانيزم اوف اكشن مالته على ال 50 اس رايبوسوم. السبكترم مالته هذا كلش لطيف يستخدم همين للمرسا. اوكي يشتغل على الام اس اس اي على الام ار اس اي. اوكي يشتغل على الستريبت على الانتيروكوكاي على الليستيريا مونوسايتوجين وعلى البرفرنجيز الكلوستريديم يعني. اوكي من هاي ايش راح نعرف راح نعرف انه هو يشتغل كلش زين على الجرام بوزيتيف ما يشتغل على الجرام نيجاتيف كلش قليل وشويه يشتغل لنا على التي بي ليس على المايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس. اوكي كسايد افكت اللاينزوليد شي يسوينا يسوينا بومر وسبرشن. اوكي فلذلك انا اضل اراقب للسي بي سي خاصة لبليتلت. اوكي ممكن يسوي سيروتونين سيندروم لذلك افويد اليوز مالتي with SSRI اللي هي سيروتونين ريابتيك سيلكتف سيروتونين ريابتيك انهبيتر. اوكي حتى ما يدخلون بسيروتونين سيندروم. هسه نجي على اخر دراج اللي هو الكليندامايسين. الكليندامايسين همين طبعا هو كميكانيزم اوف اكشن انه يشتغل لنا على ال 50 اس رايبوسوم. السبكترم مالته يشتغل اكثر شيء على الجرام بوزيتيف خاصه المرسا. اوكي فاذا على المرسا ويشتغل على الستريبت اجالاكتيه.
زين. ممكن يشتغل لنا بعد على الاتيبيكالز اللي هي الكلايميديا والاكتينومايسز. السايد افكت مالته هذا شويه غريب، اضافه الى الجي اي ابسيت، هذا سايد افكت اضافه الى الجي اي ابسيت اللي هي تكون دياريا اكثر شيء، يدخلنا بكلوستريديوم ديفيسيل انفكشن، يعني بين قوسين يسوي لنا سودو ممبرينوس كولايتس. بعد شنو ممكن يسوي؟ راش، وممكن يسوي ستيفن جونسون سيندروم. هسه لهنا خلصنا البروتين سينثيسيس انهبيتر، وخلصنا. ارجع واقول لكم الموضوع يلعب النفس ويراد له اعاده وتكرار، وكل واحد يحاول انه يلقى له طريقه يحفظها بيها، او على الاقل يحفظ الشغلات الاساسيه من كل شيء. هسه انا شرحت لكم بهاي الطريقه، بعد انا راح ارجع اشرح على البي دي اف، على يعني السلايدات، وراح ادز لكم صور موجوده بها التقسيمات مال البكتيريا، وكل دواء على يا بكتيريا يشتغل. اوكي، هنا هيك بس كانه مثل المراجعه سريعه بهاي الفيديوهات تشوفوها، وان شاء الله بالموفقيه. مع السلامه.